بشيء يذكر مما أثر لما أثر الأستاذ المنسي. أنا كان ليا نقطة إن من ضمن المواصلة العامة للميزانية اللي بتناقش بتاعت مجلس قانون العمل الإنسان، إن كان في عدد كل فرد من الأفراد اللي بتروح المنتديات العالمية اللي خاصة بحقوق الإنسان عدد كبير، يعني ممكن يوصل ل 11 أو 12 وساعات بيوصل 15 فرد في الوفد الواحد بس. فأنا كان اعتراضي على حاجة، أنت بتروح كام إيفنت في العام؟ كام حدث بتحضره؟ يعني اثنين أو ثلاثة بكتير، مع إن بيتعمل أو واحد أو اثنين، لكن في حين إن بيتعمل زي ما قال الأستاذ أيمن عدد كبير جدا من المنتديات أنت ما بتكونش فيك تواجد أصلا. فأنا كان وجهة نظري إن إحنا بنقلص عدد الوفود إلى بحد أقصى ثلاثة، بحيث إنك أنت تستطيع إنك تغطي كل الأحداث على مدار العام. يعني بدل ما تطلع 15 شخص في وفد يبقى وفد مجلس قانون حقوق الانسان، انا شايف ان ثلاثه عدد مناسب جدا، عدد ممتاز وليس زي يعني هو الكيف وليس الكم بالظبط كده، بحيث انك انت تغطي من خلال الميزانيه بتاعتك بالظبط كل الاحداث على مدار العام. يعني معلش انا اقطع حضرتك لان النقطه دي مهمه. يعني مثلا بنشوف ديليجيشنز مثلا او منظمه جايه بحوالي مثلا ممكن 6 اشخاص، طبعا التكلفة عالية جدا من طيران وإقامة وجنيف بلد النهارده ما يكونوش عارفين يتكلموا كويس الملف ده موضوع مشكلة فنية، دي مشكلة فنية تانية، يبقى كده هو ما ينفعش يشتغل أصلا في المجال هو مش عارف يتكلم في الملف ومنظمة حوائية دي قصة تانية. مؤسسة يعني مؤسسة اللي بتعمل الحوار وأنت بس بتؤدي النقطة بتاعته إنه الكيف أهم من الكم، أنت ممكن تطلع عدد قليل ويقلص عدد الوفد إلى ثلاثة بدل 15 وتقلل التكلفة فتقدر تغطي طول السنة بالظبط. لأنه النهارده إحنا لو رحتك الإيميل اللي بيجي لنا، الإيميلات اللي بتجي لنا من المجلس الاقتصادي ومن الانجليزم اوفيس اللي هو مسؤول عن عمل او عمل منظمات المجتمع المدني، اجتماعات طوال السنه، اجتماعات مختلفه في مجالات مختلفه، تقدر ان انت تكون حاضر وتعمل لوبينج بتاعك وتتواصل وتعمل كونتاكت والكلام ده كله. يعني النهارده لما يكون في 6-7 طالبين، طب ما احنا نقلل زي ما قال ست النبي يبقوا 3 عشان اقدر اوزع الباقي. لو انا بتكلم ان في جانب تمويلي وان التمويل صعب وان البلد غاليه مفهوم، طب ما نقلل، لان انا ساعات يعني بكامل احترامي وتقديري لكل الناس بشوف ناس بتيجي مش حاجه، طب ما تقلل ويبقى اللي بيجي متخصص ويغطي على مدار السنه. في مؤتمر اقليات شهر 11 مهم جدا بيعمله امم المتحده، محدش بيحضر المؤتمر خمس منتهى وغيره كتير، ومصر بتهاجم من خلال هذا المؤتمر بشكل وما فيش اي صوت في الناحيه الثانيه في المنظر. فاحنا بنتكلم على فكره ان النهارده يجب ان تتواجد طوال السنه، والجزئيه دي بتاعت ان انت تقلل وفود وتوزع، بدل ما يكون 6 بقوا 3 والثلاثة التانيين ممكن كل واحد في اجتماع يجي، يبقى انت غطيت اعمال المجلس القومي وبرامج المفوضيه الساميه على مدار السنه.